شكرا لكاع البنات اللي كيسولوا عليا، شكرا من القلب خالص. الحمد لله وليت بخير الحمد لله. المهم دازت علي واحد الوعكه صحيه هي هذيك، ان شاء الله من نخرج من السبيطار وان شاء الله ندير فيديو نعاود لكم على التجربه ديالي مع مرض الاكتئاب الشديد. الحال جاني اكتئاب، جاني اكتئاب البنات، اكتئاب شديد سريري، ما كنتش كنقدر نوض من بلاصتي، وقررت انني نجي نتعالج في السبيطار. لحقاش كان لا، شنو نقول لكم، كان لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما كنتش قادره ندير والو، يعني ما نهضرش على اكتئاب عادي، اكتئاب اللي كنهضر على اكتئاب حاد هو اللي جاني. والحمد لله دابا وليت بخير كنتعالج. المهم شكرا لكم بزاف انكم سولتوا فيا، والمهم ان شاء الله نتشوفوا قريبا. رجعت الحياة عشان ما كنتش كنضحك، الضحكه ما كانتش كتبغي تخرج، دابا وليت كنضحك، وليت كنستمتع على الا بالموسيقى قالك.